السلام عليكم خوات الحباب، كيجاني لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله. إيوا كي دوزتوا نهار رمضان، والله الخوت إما عقت به أنا كاع ما كيجيني لا عطش، ما يجيني لا عطش أخوت لا والو، حتى الماكلة ما عنديش مع الماكلة بزاف والله. البارح كليت في الدار أخوت، البارح إمتى؟ والبارح إيوا والبارح يعني كليت في الدار ديال الطاجين. اليوم جا عندي صاحبي، جا عندي حتى الدار هنايا، قال لي واش تمشي دير الافطار معنا، حيت هما عندهم ريستور الخوت، قال لي تمشي دير الافطار معايا. قلت له ناين، ما بغيتش الخوت داك الدحاس داك، قيتنيش نبغي راحة البال. يوم مسكين عيطت لي مات خالي دابا، قالت لي اجي تقلع معنا المرض، كانت البارح وجدت الحوت مسكينة الدوغادو. واني البارح انا كنت كنجي عندي الصديق ديالي هنا، كان جاني واحد الاخ سميتو حميد، قلعنا المغرب مسكين وقعوا له شي مشاكل. ايوا وجا حتى واحد من يكون عنده المشاكل ويكون شويه ضعيف خص يبغي معاه ملي يهضر. وقلت له مرحبا روح صاحبي الدنيا هانيه. يقول لي انا مغرب مسكين قصر معايا هنا حتى هذيك شويه هذيك الخمسه هكا ومشى. ايه واش دير، عنده شي مشاكل عائليه، عنده مسكين زوج دراري صدق حتى هو في الحدوره. انا هضرت معاه والله الا انا نصحته واحد النصيحه، قلت له ارجع لمرتك، ماشي عليها هي والله ما عليها هي، حيت عاودي شي حوايج خايبين بزاف. قلت له رجع لمرتك على ولادك، عطيها واحد شونس، عاودت لداك الشيء صافي اخويا، راه ماشي تبقى تفكر في ولادك وتخلي صحتك انت غدا غدا غادي تطيح تقول على ولادي مات ولادي. ايوا هو دابا المشكله، ماشي المشكله في ماتو هو الخوت، هو المشكله في النسيبه، مشكلة في النسيبة الخوت. دابا هي يعني ما ساكناش هنا في ألمانيا، يعني ساكنة في المغرب، مي التليفون كون نهار، خلي بنتك تعيش، خلي بنتك تعيش مع راجلها، اش دخلك انتيا؟ دابا قال لي اختها مطلقة، اختها الاخرى مطلقة، ونفس المشكل امها، وبغات تطلق حتى هذه اللي هنايا، وهو دخلها مسكين، هو جابها، هو كذا، قال كنا مزيانين كذا. واحد السيمانه كان يعاود لي مزيانين 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 خوت، سبحان الله. راني قلتها له، قلت له شوف مره اخرى ملي تبغي تتزوج كتمشي تخطب سول واش يتيمه ولا عندها ما، الا قالت لك عندها ما غير خرج داك قلب السكر معاك وسير حسن لك. والا شفتي امها تما وجلستي راك يعني جلستي على القلب من الاخر، يعني عرفوا اللي راه هزك الماء وصفق عليك، صفق عليك الحوت الخامج. انا قلتها له، قلت له رجع على ولادك وصافي. قال لي دابا الا تخليها ترونكي، لا ما تقدش تخليها ترونكي، ديما تحرش ديما ديري ديما فعلي، وانت علاش وهذا وهو هذا، وانت امتى بغيتي ديري على متعاودي، وانت كذا وفلوس الاولاد علاش راه يديهم لك، فلوس الاولاد يكونوا عندك، اش دخلك المصيبه لك، علاش دخلك المرض؟ تفو والله ينعل هاد السلعه، تلقى بنادم صاحبي يصلي الفجر، يصلي الفجر ديال امه مغطي فورانتو حتى هادو مغطيين لها صاحبي، وراها ليا وهكيك كتحرش فيها. واش شغلك انت يدي فلوس الاولاد ولا ماشي فلوس الاولاد؟ انت بنتك عايشه بخير، كاليه شاربه محوس بها، كل عام يديها المغرب تجي تشوفك، اللي تشوفك الموت. واش دخلك بينه وبينها؟ اش دخلك بينه وبينها؟ هاد مضيع دوك الزوج ولاد، واحد الولد واحد البنت مسكين، اش مضيعها؟ دابا انت بغيتي بنتك تطلق يعني باش اش من ربح عندك؟ دابا راك طلقتها اش من ربح عندك؟ اش كاين شي امهات يا رب انا ما نفهمهمش يا صاحبي. كان جات الحرب صاحبي بحال سوريا، والله القسم خص شي بشاره صاحبي، خصهم الرجيم والله القسم. سيد والله الا بقيتي بكيل في الدار ديالو، والله المغرب ما قلعو، اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم الخوت، الا حتى انا حرم عليا داك المغرب. عيط لولدو يهضر معاه، بابا فوقاش تجي بابا كذا، بابا دركي يكون غير عند اختو هنايا في شبانايم، بقى تيبكي مسكين.
عنده الكبدة على ولادو بقى تيبكي، وهي عاد تقلع التليفون وعاد تزيد كتسب. والله الا قلعت له التليفون من يدي لخوتي لو كنت غنسبها اقسم لك يمينا، تما ما بغيش انا ديك الحقره هذيك. بنادم يكون في المغرب صاحبي تكون عنده ساعه ديال 7000 فرنك، الا يدير هكا الرقاص يتميل منا، الا يدير هكا الرقاص يتميل منا، يجي هنايا يتعفر يحل عينين يدير له البيرمي يدير له اللوطو يدير له اي حاجه لي كادو صافي. ما يبقاش ما تبقى نقول لك ما تبقاش تبان لها نتايا، والله ما تبقى تبان لها نتايا، بقى يبان لها شي حوايج اخرين وتزيد تما تنكز عليها امها. وراه قلت لكم الخوت راه الا تزوج مغربية عرفها كي تزوجتي امها وبنتها من الاخر. علاش غير داك التليفون كون نهار خصك تكون شلا ومطورة صاحبي، اش التليفون كون نهار؟ حنا ما عندناش الوالدين غير انتيا. التليفون كون نهار عرف بان ما الخوت راه الخطة، خطة راه هادي عام ونصو هي خدامة في الخطة، ها كيفاش ها كيفاش ها كيديري له ها كيديري له، من غادي تخرجي له من غادي تدخلي له واش غادي تقولي له، ومن غادي تقولي له قلت له هضره هو غادي يتعصب، ومن يتعصب خصك تسجليه، ومن تسجليه عيطي وقولي وفضحي وزمري وكلخي ونطعم عند من الاخر. قعدوا كل اللي كيحرشوا بناتهم الله يعطيهم غير واحد المرض ديال الكونسير، انا كنقولها في هذا الفيديو هذا. السيد المغرب والله ما قلعوا، والله الا قلت له عطيني هاد النسيبة صاحبي عطيني نسب في دين امها صاحبي حتى نشبع. اشاركي خلي بنتك تعيش، والدة زوج ولاد، واحد 11 عام اخرى 7 سنين، خلي بنتك تعيش. واش دخلك شي علاش راه يدي لك الفلوس ديال الولاد؟ كشي يدي فلوس الولاد ودوك الولاد يلا باش راهم عايشين، شكون عيشهم شكون كبرهم؟ شحال كيعطوك في هاد كيندا؟ قالت كيعطوك 200 اورو، قال لي مشيت شريت له سبر دينا ب 200 اورو، زيد الكسوة ديالو زيد القراية ديالو زيد الزمر ديالو زيد. علاش ما تخليش بنتك تعيش؟ ولا اني انا ما نردش العيب في الامهات لا، ونرد العيب في هاد الخنزات وتلاقاها فيها زوج ميطا صاحبي وكتسمع لامها. انا هاد الشيء اللي كيمرضني، تلاقى البنت كتسمع لامها ديري له فعلي له تركي له، يا دين الرب واش عندك هنا المخ ولا عندك هنا اخ؟ واش عندك هنا السيد راه شفني البارحة صاحبي، واش عندك المخ ولا عندك الخرا؟ وراه حتى الخرا صاحبي راك تقد تشم ريحتو تكرهو، وراه بنادم مسكر صاحبي مسدود مبلع. والله إذا تعصبت البارح قسم لك يمين السيد دار الشدق الاول عيط له بقى يبكي صافي. خلي بنتك تعيش اش دخلك انت بيها؟ سبحان الله كون كانت عايشه في المغرب قلت لكم قتلاتك. عندك الزهر راك بعيد، وداك السحر مع البحر راك عارف ما كيقرش ما كيدوزش. ما تهزك الماء طيب 6000 كيلومتر، راك 3000 كيلومتر تضربها باللوطو عندك 3 ايام صاحبي عاد باش توصل للمغرب، هو ود قنيطره 3000 كيلومتر. ودابا 3000 كيلومتر لسان هاي خويا في 6000 كيلومتر، يعني ديك ها المغرب ها الالمان ها اللسان ديالها 6000 كيلومتر، كيجي هنايا يخروض وكيولي 3000 على 3000 6000 كيلومتر. خلي بنتك تعيش ديها في راسك، ما تدخليش في الحياه الزوجيه. الحياه الزوجيه شتي من تعطي بنتك دعي لها بالتسخير، شفتي بنتك عايشه الحمد لله ماشي بنتك راه مكرفصه، نتوما غي ديري له فعلي له تركي له، لا هذه ماشي معيشه اش معيشه. الله يسلط على دين اماتكم غير واحد الكونسير هذا الشيء اللي نطلب ليكم. انا هاد كي كنت عصب راه اللي في راسي كنقولو، وانا لحد الان كنقول انا خلي داك الجمل راقد حد الان وخليه راقد، وما عمرو غادي نفيق دين امو كاع. ولا اني السيد صاحبي شفنا صاحبي والله القسم السيد صايم نهار كامل، اش دخلك اش دخلك؟ وانا انا قلت لكم لافوت ماشي في الامهات، لافوت في النساء ديال يعني مرتو نورمال. الو بنتي كي دايره لاباس بخير فعلي له تركي له لا كيفاش فلوس الولاد يديهم لك هو؟ سمعينا ماما نقول لك واحد الحاجه، انا عايشه مع راجلي مزيانه كيتهلا فيا وكنتهلا فيه، واي حاجه كنديروها كنتشاوروا انا وياه فيها، ما بغيتش ندير شي حاجه اللي تخرب عائلتي وتخرب داري باش انا غدا غدا نصبح مفارقه مع راجلي ومضيعه وليداتي. ما الله يرحم الوالدين تما على راسي وعينيا، خصك شي حاجه مرحبا بصح باش تحرشيني على راجلي ما تدخليليش في الحياه الزوجيه.
اقسم لك يمينا، يا البنت تقول لامها هكا والله امها ما تهضر، اقسم لك يمينا ما تتكلم الخوت. حيت علاش عطات لها واحد ديك البروك، احنا البروك بالعربيه كيقول القنطره، يعني ديك القنطره اللي كانت امها تدوز ليكم ليه، صافي البنت هرستها لها، راه غير تما كتشوف غير بعينيها وساكته، ولكن الا البنت عطات فرصه لامها صافي الراجل هزو المال الخوت من الاخر. داكشي علاش كنقول لكم لافوت ماشي في الامهات، لافوت في الزوجات. هضرت لك في راجلك ستوب، ماما عايشه مع راجلي مزيانه، ما تدخليش في حياه الزوجيه ديالي. ان فوا تقولي لها هكا غادي ترد الكاسات اللور مره اخرى، تخاف تهضر معاك، ولكن انت تقولي لا لا غير خليها تهضر، هضرتها نديرها مورايا، لا هذا غلط كبير. الا درتي هضرتها موراك الام غادي تقول اه بنتي راها كتسمع لي، يعني ما وقفتنيش على حدي، يعني المره الجايه تشوف شي حاجه تزيد لك واحد البروبليم اكثر منك. المهم اخوت هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم، كي تبغيو تزوجوا شوفوا شي وحده اللي امها ميته وتزوجوا بها، امها اللي امها حيه عرف بان ما راك غادي نتايا راك عايش حي وميت، وفما كيف بغيت. رفعت الجلسه، مع السلامه.